بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فأول ما تستقبل به نهارك بعدما تتوضأ وتؤدي فريضة الصبح أن تقرأ من الكتاب العزيز ما تيسر، وأقل ما ينبغي من ذلك سورة ياسين والواقعة وتبارك الملك، واستكثر من تلاوة القرآن العزيز مهما استطعت في هذا الوقت وفي غيره من ليل أو نهار، فإنه النور المبين وحبل الله المتين. من أجل معاملات العارفين الإكثار من تلاوته، وهو ملجأ المحبين، فأكثر تلمحه واعتبار معانيه وتأدب بآدابه، ولا تهمل أيها الأخ التجرب به إلى الله تعالى، فهو من أفضل الأعمال لا تبلى جدته ولا تنقضي عجائبه. قيل إن الله تعالى يتجلى لعباده في القرآن ولكن لا يبصرون. ثم يكثر العبد من هذه الأذكار المعروفة تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وهي الكلمات العزيزات الباقيات الصالحات، فإنها ذكر عظيم مأمور بها، وقد وردت فيها الأخبار الصحاح، وذكر في التفسير أنها الباقيات الصالحات في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الخير كله فيهن. وورد في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند سعد فسكت سكتة، ثم قال: قد قلت في سكتتي هذه خيرا مما يسقي النيل والفرات. قيل له: وما قلت؟ قال: قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ليقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإن هذا ذكر عزيز وردت فيه أحاديث صحاح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الحديث. فليكثر العبد من هذا الذكر العزيز، ثم ليقول بعده: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقد وردت في فضيلتها هاتين الكلمتين أحاديث صحاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة. فليكثر العبد من هذا الذكر العزيز أيضا مهما أمكنه، ثم ليقول أيضا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هاتين الكلمتين عزيزتان. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا تأملت سرها وجدتها مشتملة على محض التوحيد، لأن العبد حينئذ يبرأ من الحول والقوة ويكل أمره إلى ربه تعالى، وهذا محض التوحيد. وقد وردت فيها أخبار تدل على عظم شأنها. روي أن موسى على نبينا عليه السلام سأل من الله حاجة فأركدت عليه ولم يرى نجاحها، فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا حاجته بين يديه، فقال: يا ربي أطلب حاجتي منذ كذا وكذا ولم أرها إلا الآن. قال: يا موسى، أما علمت أن أنجح ما طلبت به الحوائج قولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد قيل إن الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين عند استراق السمع هي ما شاء الله. وروي أن الرب تعالى أوحى إلى عيسى على نبينا عليه السلام: يا عيسى، تزعم أنك لا تسألني شيئا، وأنت إذا قلت ما شاء الله فقد سألتني كل شيء. ثم ليقول العبد: حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولها 7 مرات بحضور قلب وحسن نية، فهي كلمة عظيمة. ذكر أنها الكلمة التي قالها الخليل على نبينا عليه السلام حين ألقي في كفة المنجنيق، فجعل الله تلك النار عليه بردا وسلاما، عليه الصلاة والسلام على نبينا جميع الأنبياء المرسلين. يذكرنا الشيخ أيضا في شأن المسار إلى الحق جل جلاله واغتنام ساعات وأناء الليل والنهار،
فأول ما تستقبل به نهارك بعدما تتوضأ تؤدي فريضة الصبح أن تقرأ من الكتاب العزيز ما تيسر ارتباطا بالقرآن ومخاطبة للرحمن بما أنزل، ولا يخاطب الحق بشيء مثل ما جاء منه أن تخاطب، لا شيء مثل أن تخاطبه بخطابه، فتخاطب الله سبحانه وتعالى بخطابه الذي جاء منه، فهذا خير ما تخاطب به ربك وتناجي به ربك جل جلاله. ولن تجد في عالم الملائكة ولا الإنس ولا الجن خطابا أفضل من هذا الخطاب تخاطب به ربك سبحانه وتعالى. فالارتباط بالقرآن مهمة المؤمنين، مهمة الأفراد، مهمة الأسر، مهمة الجماعات من أهل الإسلام وأهل الدين والملة. وإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وإنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فوجب الاعتناء بالقرآن، وأن يكون في خلال اليوم وليلة للإنسان اتصال خاص بالقرآن. قال سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقال سيدنا جعفر الصادق: إن الله تجلى لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون. يقول أقل ما ينبغي لك من القرآن العظيم في اليوم والليلة إن كنت صاحب أشغال ووظائف وغير ذلك، فلا تقصر عن مثل هذا قراءة سورة ياسين، فإنها قلب القرآن وعد لجلب كل خير ودفع كل شر وبؤس وضير. ياسين بها تستدفع الأسوأ والبلوى، وينال المطلوب والرجوى، وسورة الواقعة هي سورة الغنى. قال سيدنا بن مسعود لمن سأله عن بعض أحواله وبناته في عند موته، قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ لقد أعطيت كل واحدة منهن كنزا لا يفنى. ما هو؟ قال: علمتهن سورة الواقعة، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة ولا فقر أبدا. فلا أخشى على بناتي الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة. لكن كم من بناتنا اليوم لها من سورة الواقعة 10 أشهر، 6 أشهر، 5 أشهر، شهر كامل، أسبوع ما قرأت سورة الواقعة، لأنه لا في البيت أب يصح أن يسمى أب، ولا أم يصح أن تسمى أم. أسرة أهملت لبرامج الغافلين الفاسقين، ما أنصتت لداعي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال لي حي أحمد بن حسن العطاس: وقد أمرني صلى الله عليه وسلم بقراءتها كل يوم بعد العصر في رؤيا رأس صلى الله عليه وسلم، وأمرني بقراءة سورة الواقعة بعد العصر في كل يوم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، وفيها شؤون اليقين وذكر المصير. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. بل أنت يا رب فعل ذلك كله، فلك الحمد ولك الشكر على كل ذرة من ذلك،
على دخل قردان سكرنا تارشكم تحت كلماتك. وتبارك الملك 30 آية شفعت لرجل في قبره، هي المانعة من عذاب القبر. قال سيدنا علي: لا أحسب مؤمنا يعقل ينام قبل أن يقرأ سورة تبارك. قال ما أحسب مؤمن يعقل يحصل منه هذا. فكم من المؤمنين لما يعقلون البارح ما قرأوا سورة تبارك الذي بيده الملك. والمشكلة أن بعضهم لو منها أسبوع بعد أسبوعين. وإن لو أن إليه راجعون. تبارك الذي بيده الملك، قال صلى الله عليه وسلم: وجدت أنها في قلبي كل مؤمن. يحب أن كل مؤمن يحفظ هذه السورة ليقرأها في كل يوم لتكون مانعة له من عذاب القبر. وقد سمعنا أن رجلا من أصحابه عليه الصلاة والسلام ضرب فسطاطا له وهو مسافر في الطريق، أي خيمة ليبيت فيها وينام، فبينما هو بالليل لم يسمع القرآن فانتبه، وإذا من تحت الأرض سورة تبارك يقرأ صاحبها. فلما جاء إلى النبي أخبره، قال: ذاك قبر رجل ضربت فسطاطك على قبر رجل، ذاك قبر رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره. وهكذا كان أمثال هذا يهتم به أسر المؤمنين ويتحفظ منهم الصغار والأطفال. وقالوا لبعض الأطفال: هنا أنت صغير ما عندك، ما تعرف الحروف ولا تقرأ الكتابة، تحفظ سورة ياسين وسورة تبارك منين؟ قال: مين أمي؟ أسمعها كل يوم لما تقوم بعد الصبح تنظف البيت وتهيئ الطبخ تقرأ، فأنا أسمعها كل يوم فحفظتها منها. ونعم الأم ونعم ما حفظ منها الولد. قال: واستكثر من تلاوة القرآن العزيز مهما استطعت في هذا الوقت وفي غيره من ليل أو نهار، فإنه النور المبين وحبل الله المتين. القرآن وأعظم الفتح لأولياء الله ما كان في القرآن. بعضهم يفتح له في ذكر، وبعضهم يفتح له في صدقة، وبعضهم يفتح له في صلاة، وبعضهم يفتح له في تعليم، ولكن من يفتح له في القرآن ففتحهم أعظم الفتوح. أكبر ما يفتح الله على أوليائه ما يفتح عليهم في القرآن، فمن كان فتحه في القرآن ففتحه من الفتح الكبير. ولذا كان يقول لمن نلتقي بهم روح من العارفين والمقربين الإمام أحمد بن حسن العطاس: إن معكم لي شيء حطوه في القرآن، إن معكم لي شيء من معه نذر، من معه دعاء، من معه مدد، حطوا لي في القرآن ليعظم نصيبه من القرآن. فصار من خواص أهل القرآن، وكان يذكر من معاني القرآن بدائع من المعاني والآيات والمعارف، ثم يقول: إن مثال ما نحدثكم به بالنسبة لما يلقيه الله في قلوبنا كمثال هذه المروحة، كانت مروح باليد يروح بها، تأتيك بشيء من الهواء، تأتيك بالهواء كله، قام الهواء كله تأتيك بشيء منه، قال: بس هذا الذي نتحدث معكم به مثل هذا. فلا يجعل لنا نصيبا من القرآن. الله. قال: من أجل معاملات العارفين الإكثار من تلاوته. وقد سمعت سيدنا عبد الرحمن السقافي يقرأ ختمة في الليل وختمة في النهار، ثم ختمتين في الليل وختمتين في النهار، ثم ثلاث في الليل وثلاث في النهار، ثم أربعة في الليل وأربعة في النهار.
وهكذا. وفي وقتنا نعرف من يقرأ في اليوم نصف ختمة، ومن وقريبا أيضا توفي بعض من كان يقرأ في اليوم ختمة، ولا يخلو كل زمان عن أمثال هؤلاء الصادقين مع الرحمة. وفينا من هجر الختمة، قال وهو ملجأ المحبين كلام الله، فأكثر تلمحه واعتبار معانيه وتأدب بآدابه. وقد سمعتم الذي رتب على نفسه ترتيبا في القرآن فجعل له ختمة في اليوم والليلة، وختمة في كل 3 أيام، وختمة في الأسبوع، وختمة 4 في كل شهر يقرأها، وختمة في السنة. يخص ما كان وقته أكثر بتدبر وتأمل أطول وأكثر. قال ولي ختمة لي فيها 16 سنة عد ما ختمتها، فإن وصلت، قال وصلت إلى قوله تعالى إن الله يمر بالعدل والإحسان، فبقيت أياما في العدل وأقيم العدل من نفسي في أعضائي كلها وفي أموري. ثم كان من جملة ذلك أن شاطرت الحق بما أملك من مالي، أعطيت النصف وأخرجت النصف فبقيت أمر بالعدل، فكمل العدل معاني العدل وقعد فيها أيام ومدة. فجيت إلى عند والإحسان فجيت إلى النصف الثاني، وأقمت شؤون الإحسان في قلبي وجوارحي وفي أخذي وعطائي وقيامي وقعودي وخطابي للصغير والكبير، وعدو قاعد في الإحسان كم إن الله يمر بعد الإحسان، هكذا يقرون القرآن. وقد ذم الصحابة ومن بعدهم من يقرأ من فتحة إلى خاتمته لا يتدبر ولا يدري ما آمره ولا زاجره ولا يتأمل معاني ولا يعمل بما فيه. وكانوا في قوة تعظيمهم للقرآن واتصالهم بحقائقه يقرؤونه على 10 10 5 5 ثم يعمل بها ويغوص في معانيها ويقوم بحقها ثم يأخذ 10 أخرى. فكان الذين يحفظون القرآن كلهم من الصحابة عدد قليل، والمتصلين بالقرآن كلهم، والغايصين على أسرار القرآن كلهم، حظهم من القرآن أعظم ممن بعدهم وإن كثر الحفاظ بعدهم. الله يربطنا بالقرآن، الله. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيتي، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. يا ربي متعني بسر حروفه، ونور به سمعي وقلبي ومقلتي، وهب لي به فهما وعلما وحكمة، وآنس به يا ربي في القبر وحشدي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. وواظب على درس القرآن، فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر، ألا إنه البحر المحيط، وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. كن راهبا عند الوعيد، وراغبا إذا ما تروت الوعد في غاية البشر. وهكذا. وفيما ذكر في تاريخ البلدة وأن مما نبيش من القبور ليدفن فيها الأموات، من جملتها في زنبل قبرين، أحدهما
في جوار قبر الإمام المحضار، قبر الإمام شيخ بن عبد الله بن الشيخ علي بن أبي بكر. فلما انتهى الحفار إلى رفع اللبنة وجد الشيخ على كرسي من ذهب ماسك المصحف يقرأ القرآن. أحسن صحبة القرآن في الحياة، فنعمه الله به بعد الوفاة. قال لا تخف، رد عليه لبن وروح ابحث قبر ثاني ولا تكلم أحد، اسكت. فرد عليه لبنته وراح يبحث، ثم في آخر عمره حدث فمات. وآخر كذلك. سبحان الله، يا ما أعظم القرآن عند ربكم، كل حرف منه لو أمددت بسره وجدته لا تقوم له السماوات ولا الأرض. كل حرف منه أثقل في الميزان من جميع الجبال. كل حرف، تعرف كل حرف. ولهذا جاء في دعاء الحبيب علي يقول رب ألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب وعقول الأرواح. ولا يحاط بمعانيه وما فيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. قال فأكثر تلمحه واعتبار معانيه وتأدب بآدابه، ولا تهمل أيها الأخ التقرب إلى الله تعالى، فهو من أفضل الأعمال. لا تبلى جدته ولا تنقضي عجائبه. فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن. وذكر أشار إلى قولة سيدنا جعفر الصادق، إن الله يتجلى لعباده في القرآن ولكنهم لا يبصرون. وهو الذي كرر آية في صلاته حتى أغمي عليه. ثم سئل بعد ذلك فقال ما زلت أكررها حتى سمعتها من المتكلم بها. فيبتدئ القارئ باستشعار قراءته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم باستشعار سماعه القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استشعار سماعه القرآن من جبريل عليه السلام، ثم استشعار سماعه من الله تبارك وتعالى. فإنها مراتب لأهل القرآن. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن أكثرهم لهم في الأسبوع ختمة، يقرؤون القرآن يحزبونه في الأسبوع يختمون الختمة. وعلى هذا أحيا ترتيب الاتصال العامة بالقرآن في البلدة الشيخ سالم بن فضل باب فضل، ورتب هذه الأحزاب بعد المغرب بين مغرب العشاء وما قبل الفجر، حزب آخر الليل حيث يختمون في كل يوم خميس، ويفتتحون القرآن في ليلة كل جمعة. هذا من أجل ترتيب عامة أهل البلد، أما خاصتهم فلهم فوق هذا ما لهم من القرآن الكريم. وقد عظمت لذة الإمام محمد بن حسن جمال الليل بتلاوة القرآن تدبره حتى قد تخرج له لهاه وهو يتلو القرآن. قال وأشعر بطعم العسل أحلى، ويذهب عني الجوع والعطش. فكان إذا جاء رمضان يقول أحب أن أحس أثر الصوم
وهذه عبادة مخصوصة، أحب أن أحس أثر الجوع والعطش، ما أحس شيء فيؤخر، يتسبب لهذا يؤخر تلاوته القرآن من النهار إلى الليل، عسى أن في النهار يذوق شيء من حس الصوم من الجوع والعطش. قال أما إذا تلوت القرآن فعسل أشرب ولا جوع ولا عطش. وكان يأخر التلاوة إلى الليل رجاء يبقى عليه أثر من أثر الصوم، يحس فيه بجوع الصوم عطش الصوم. وكان في خلوته تطلع له والدته كل ليلة من ليالي رمضان قرصا من الخبز، فيأخذ فتاة بين إصبعيه يأكل منه ليبطل الوصال في الصوم. فإذا خرج من الخلوة آخر رمضان وجدوا 30 قرص. سبحان معطيهم، فهو ما دبة الله في أرضه وحبل الله المدين، فما هو المرتب اليوم في الأسر، ما هو المرتب للأفراد والجماعات ومسجد من أجل القرآن. قال ثم يكثر العبد من أذكار معروفة وتسبيحات وتحميدات وتهليلات الباقيات الصالحات، كلمات عزيزات ذكر عظيم، يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن جملة أصح أقوال التفاسير فيها أن من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسرد لنا حديث إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الخير كله فيهن. في الحديث أيضا أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. ورد أيضا لا أن أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يقول أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، تطلع الشمس على الدول هذه كلها، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والشمس تطلع على معادن الذهب ما تطلع، تطلع على معادن البترول ما تطلع، تطلع الشمس على المصانع حقهم هذا ولا ما تطلع. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وبعد انكشاف الحجاب وذهاب هذا السراب تنظر الفرق بين الأقوام، أهل سبحان الله الحمد لله الأكبر وأهل الاشتغال بالترهات الأخرى، شوف الفرق بينهم تعرف من الرابح ومن الفائز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا اختارها السلف لي المشي في زيارة النبي هود، إذا مضوا من مسجد سيدنا عمر المحضار إلى بير التسليم، وإذا طلعوا إلى القبر الشريف فشغلهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ويتفاوت فيها الناس في حضورهم وفي خشوعهم وفي تأملهم لمعانيها. وكذلك ذكرنا سيدنا سعيد بن المسيب كان عند سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، سكت سكتة خفيفة، قال سيدنا سعد قلت في سكتتي هذه خيرا مما يسقي النيل والفرات. اوه ايش قلت؟ قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فراسخ في قلوب الصحابة عظمة هذا الذكر، وأنه لا ترغب نفوسهم ولا تشرئب لشؤون المتاع مقابل هذا. قال خيرا مما يسقي النيل والفرات.
ولكن من ضعاف الإيمان بنا من حتى 100 ريال أحسن له منا يقول هذا. ما هذا لا يسكن إفراد ولا طلعت عليه شمس، هذا 100 بس أحسن. إن الله من الرجل نور الله القلوب ومكن فيها الإيمان. قال من الذكر الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو حميد وعلى كل شيء قدير. وهذا ذكر عزيز ورد فيه حديث صحيح من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في اليوم 100 مرة كانت تعد العشر رقاب، كتب له 100 حسنة و100 سيئة، كانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهي في الأصل في الورد اللطيف لإمام الحداد، اختصرت لأجل أرباب الأعمال وأهل المشتغلين بالعلوم وغيرهم، فبدل ما يجبون سبحان الله عدد ما في الأرض في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بدأ، سبحان الله عدد ما سبحان، وهكذا. والأصل فيها لا إله إلا الله تشكر من الحمد حميد على كل شيء قدير 100 مرة، فصاروا يجيبون لا إله إلا الله تشكر من الحمد حميد على كل شيء عدد كل ذرة 1000 مرة. وفي المجيء بها بعد صلاة الصبح خاصة وبعد صلاة المغرب ثواب عظيم، وحماية في طول اليوم وحماية في طول الليل لمن جاء بها بعد المغرب، وطول اليوم لمن جاء بها بعد الفجر قبل أن يثني يعطف رجليه على هيئته في الصلاة قبل ما يغير هيئة وضع الرجلين في التشهد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد وهو حميد وعلى كل شيء قدير. فليكثر العبد من هذا الذكر العزيز، يقول بعد سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فعندنا في صحيح الإمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. في صحيح الإمام مسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. في كليهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في كل لحظة نبدأ عدى خلق ورضا نزد نتعرش ومداد كلمات. وهي واردة بزيادة استغفر الله بعدها قبل صلاة الصبح، وقال إنها صلاة الملائكة وبها يرزق كل شيء والعاملون بها يسخر الله لهم ما يحتاجون إليه من أرزاق ظاهرة وباطنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. ولكن ليس معنى العاملين بها كل من قالها بلسانه، العاملون بها القائمون بحقها التالون لها بالحضور، يسر الله لهم كل ما يحتاجون من الرزق الظاهر والباطن. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. ما اعظم ظهر الكلمتان الحبيبتان للرحمن الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان وفوقها ما فوقها. وحثنا على ذكر ما شاء الله لا قوة الا بالله، وهو الحائل بين اشيائنا في أنفسنا وأمتعتنا وأولادنا وبين العيون بين شر العين من الإنس والجن. ولا أدفع لصرف شر العين من ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلم يقل ذلك أرسل الله على جنته حسبان فأصبحت صعيدا زلقا وغار ماؤها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها.
فأرشدنا النبي أن كل من أعجبه شيء في نفسه وفي ماله وفي وادف يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن هاتين الكلمتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقوى حجاب من شر العين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال وجدتها مشتملة على محض التوحيد، يبرى صاحبها من حوله وقوته ويكل أمره إلى الله تعالى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وسأل سيدنا موسى حاجة فلم يرى أثر الإجابة، فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فحضرت الحاجة. قال منذ يا رب منذ كذا وكذا ما أردتها إلى الآن. قال ما علمت يا موسى أن أنجح ما طلبت به الحوائج قولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال إن الملائكة تنطق بها إذا استدنى أحد من الشياطين لاستراق السمع، وإذا قالت ما شاء الله لا قوة إلا بالله خر عليه شهاب يحرقه، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكر لنا ما روي أن الله أوحى لسيدنا عيسى تزعم أنك لا تسألني شيء، وأنت إذا قلت ما شاء الله فقد سألتني كل شيء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ونعم الوكيل ذكر ولو 7 مرات أو 70 أو 450 حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضلنا لم يمسسهم سوء. قال ذكر أن الكلمة التي قالها سيدنا الخليل إبراهيم عندما رمي من جنيق دخولنا، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فعرض له سيدنا جبريل لك حاجة؟ قال ما سمعت نقول حسبي، تبغى أنا أرجع في كلامي؟ أما إليك بلى. قال فسأله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فأوحى الله إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفى إبراهيم الذي وفى في كل أمور وفى، ومنه هذه الكلمة قال حسب الله. قال حسب الله خلاص وفى بالكلمة. ها يقول حسبي الله وبعدين يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا حتى عرض له الأمين جبريل قال لا لا دور قدامه، قال خلاص قد قلت حسبي يكفي. فكانت خير أيام عمره أيام كان في نار الخليل إبراهيم، نار النمرود اللي أوقدها عليه صلوات الله على نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين. فهكذا أرشدنا الشيخ يا فتح، عسى لنا نصيب من القرآن وذكر الرحمن، نرقى به إلى أعلى مكان مع من ارتضاهم الرحمن. وعدد كثير من المسلمين عندهم صحف ومجلات وإنترنت وجوالات ماشي قرآن، قرآن ماشي. بعضهم يحطه في جواله ولا يقرأ فيه، يستعمل الجوال في خلال يوم والليلة 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، لكن القرآن ما يستعمل ولا دقيقة، هو موجود يحطه بس. ولكن العقل والفكر والقلب في البرامج الأخرى، القرآن خلى على جنب حوته. قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما عرفوا قدر النعمة. وبعضهم يتابع الإذاعة ولا التلفاز في مختلف البرامج إلا إذا جاء القرآن يقول طف طف يا ولد حول الله. خلاص ما شاء الله هذا المهجور اللي ما تحبه إنا لله وإنا راجعون، وباقي البرامج مقبل عليها.
حتى ولو برنامج لعب يحضر بعقله. إذا قال الآن يتلو علينا شهر من فهم يقول دق طف. انظر كيف صارت صلتهم بالقرآن. الله يتدارك أهل الملة وأهل الإسلام والإيمان ويعودوا إلى رشدهم، يجعل القرآن أمامهم لا خلف ظهورهم. ومن رفع بالقرآن رفع، ويا ويل من خفض بالقرآن. الله ينعم علينا بسر القرآن والذكر، يعيننا على القيام بالحمد والشكر، ويربطنا بحبيبه المصطفى في السر والجهر، ويحنن روحه علينا ويعطف قلبه علينا، ويجعلنا في أهل اتباعه مستضيئين بنور شعاعه محفوظين به من جميع الآفات، متلقين إلى علي المقامات سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه الفاتحة.